متظاهرين. انت شنو رايك عمو؟ رايي في المظاهرات انه احنا لازم ما نداوم تضامننا مع المتظاهرين اخوتنا الذين يقدمون التضحيات من اجل وطنهم من اجلنا. نحن بصفتنا كطلاب ايضا لدينا مطالب، المعلمين لديهم مطالب، المتظاهرين ايضا لديهم مطالب. هسه احنا لما نشوف الشباب ليش قاعد يتظاهرون بساحه التحرير؟ من اجلنا، من اجل ان نحصل على حقوقنا، من اجل ان نحصل على تدريس جيد، ان نستلم الكتب، ان كل شيء. لان احنا الطلاب هم عندنا مطالب، نطالب برحلات. يعني احنا مدرسه الاخوه كل يوم ويا دوامنا ظهري، ايش وقت نداوم ظهري؟ ذولا الطلاب المتظاهرين ولا واحد متعين. يعني الطلاب بالكليه يرجعون لما يتهم من الدوام يقومون يشتغلون، لان هاي الكليه هم نراد لها فلوس. احنا نريد حقوقنا. وين حقوق المعلم؟ وين حقوق الطالب؟ وين حقوق المتظاهر؟ صار لنا كم سنه ما طالبين بحقوقنا، عبالهم احنا راح نسكت. بس احنا ما راح نسكت، عبالهم احنا قعدنا على مود البوج وقعدنا نلعب بالموبايل. بس لا، احنا ما سكتنا، هم عبالهم احنا غير شيء، بس احنا ما سكتنا. هسه انت قاعد تشوف ذول المتظاهرين قاعد يطلعون، ما سكتنا. احنا نريد حقوقنا، احنا لازم الا ناخذ حقوقنا. هاي حقوقنا اذا ما تطالب ها احنا ما نرجع، لان ذول شباب قدموا تضحيات. عندنا عباس اسماعيل قدم، وصفاء ابن ثنم قدم، وذول كلهم بساحه التحرير قدموا تضحيات من اجلنا. مستمرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا صف اني خريجه دائره التمريض، خرجت هاي السنه. يعني انتم مستمرين بالاضراب؟ احنا مستمرين، حد يتمنى مطالبنا اللي احنا نريدها، لان صار لنا 16 سنه ما مستفادين شيء، من 2003 اللي هسه احنا نريد مطالبنا، تعيينات، فرص عمل، خدمات، لانه ماكو اي خدمات تقدم للمجتمع. زين، اكو مخاوف بانه السنه هاي تعاد وراح تاثر عليكم. التعليم احنا نضحي بسنه احسن من نضحي العمر كله. فاحنا مطالبين ونبقى بساحات اعتصام، ويعني كرامة للشهداء اللي نزفت. فاحنا ارواحنا يعني فدوة للبلد، نفديك بنروح بالدم، نفديك يا عراق. يعني انت كبنات مستمرات؟ نعم، احنا مستمرين حتى ننال مطالبنا. اي نعم، مساعدين اهالي وكل شيء، انا ومساعدين حتى ننال مطالبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابتداء الرحمة وخلود شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحاهم وعودة المغيبين والمختطفين إلى ديارهم. نحن طلاب وطالبات خرجنا إلى التظاهرات السلمية تضامنا مع أخواننا في ساحة التحرير وباقي ساحة الاعتصام في كافة محافظات العراق، ونحن مستمرين في الأضراب والمظاهرات لحين تحقيق المطالب. ونرجو من الحكومة الاستماع لمطالب المتظاهرين، ونرجو من الحكومة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وكافي تسويف المماطلة. والسلام عليكم. شو اسمك عمو؟ ضحى. ياسر. ساسها متوسط. يعني مستمرة بالتظاهر؟ اي مستمرة. ما تراجعين؟ لا ما تراجع. وبعد هيهات واحد يعني اليوم طلعتي مأيدة الخيمة مال ابناء الصغيرة بساحة التحرير، يعني مساندينهم؟ اي طبعا مساندين. شو حابين تقولي لهم من ابناء الصغيرة؟ ابقوا مستمرين. وإحنا وياهم أكيد. وبس شكرا.